إلى ذلك أشار المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إلى استمرارية مشاورات الكويت، منوها إلى جلسات المشاورات التي عقدت سواء المشتركة أو الجلسات على مستوى الوفود، وكذا اجتماعات اللجان الثلاث المشتركة. تستمر مشاورات السلام اليمنية اليمنية في دولة الكويت، وقد عقدت في الأيام الماضية عدة جلسات مشتركة ومع رؤساء الوفود، بالإضافة إلى اجتماعات مطولة لثلاثة لجان متوازية. تناقش اللجنة السياسية مواضيع عدة، من بينها آليات استعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي. قدمت الأطراف رؤاها ومقترحاتها للحل، واستمعت لردود وأسئلة الطرف المقابل. وأكد ولد الشيخ في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكويتية عصر الأحد أن لجنة الأسرى والمعتقلين وضعت خطة تنفيذية وبرنامج عمل، مشيرا أن 50% من المعتقلين سيتم الإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. لجنة الأسرى والمعتقلين فتضع خطة تنفيذية وبرنامج عمل على المدى القصير والطويل للإفراج عن الأسرى والمعتقلين بما في ذلك ملامح آلية التنفيذ. وقد تم الاتفاق المبدئي على الإفراج عن 50% من المعتقلين والأسرى قبل شهر رمضان المبارك، وتعمل الآن اللجنة على وضع الآليات المعتمدة بهذا الصدد. وشدد المبعوث الأممي أن مفاوضات الكويت فرصة تاريخية لن تتكرر، وأن على الجميع تقديم التنازلات. مشاورات الكويت فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر. تقديم التنازلات للتوصل إلى حل سلمي ليس بأمر غريب، فالغريب هو الإصرار على النزاع وعدم تقديم التنازلات. الشعب اليمني متحد بمطالبتكم بالسلام، اتحدوا بالسماع لندائه المطالب بالسلام. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودولة الكويت يضعون كل الدعم السياسي واللوجستي والدبلوماسي لمساعدتكم، فلا تفوتوا هذه الفرصة. حكموا ضمائركم، غلبوا المصلحة العامة، أنقذوا اليمن، فمحكمة التاريخ لن ترحم، والسلام خيار شجعان. بإمكانكم أن تعودوا بالسلام إن أردتم، فلا تعودوا إلا بالسلام إلى اليمن.